اليوم جبت لكم ليكرو. كما هو معروف الناس العشاق ديال الحواسيب المكتبية، لا الناس اللي كيستغلوهم المونتاج ولا التجارة الإلكترونية ولا الألعاب ولا الخدمات المكتبية، اليوم جبت لكم هاد ليكرون ديال الاش بي 24 بوس باش تعرفوا المميزات ديال هاد ليكرون. المميزات ديال هاد ليكرون اللي هي الاش بي زد ديسبلاي 24 بوس عندها بزاف ديال المميزات. الميزه الاولى بانها 24 بوس. الميزه الثانيه فيها لي سورتي ديال الديسبلاي وفيها ديال اتش دي ام اي وفيها كتدخل وكتخرج، يعني منها تقدر تخرج جوج ولا ثلاثه ديال لي زيكرون. الميزه الثالثه هي فيها الصوت، والميزه الرابعه هي فيها لي سورتي ديال اليو اس بي، يعني منها تقدر تقرا اليو اس بي. هاد ليكرون الميزه اللي فيها اساسيه هي تقدر تقلبها كما كتشوفوا، يعني الا كنتي كدير المونتاج ولا كدير شي حاجه وخصك يعني ليكرون بهذا الشكل هذا كدور، يعني كدور و اون ميم طون تا الصوره يعني الروتاسيون ديال الصوره كيتقلب، يعني كما كتشوفوا معايا تقدر تقلبها بهذه الجهه هذه، تقدر تقلبها من هذه الجهه هذه يعني كما هكا يعني وتخدم فيها نورمال. الميزه الثانيه اللي هي كدور يعني بهذه الطريقه، يعني تقدر تحول يعني لافيشاج اي جهه بغيتي. الميزه اللي هي كما قلت لكم عليها هي لي سورتي اللي في هذا ليكرو. الا شفتوا معايا هنا عندنا هنا لي سورتي 3.0 ديال اليو اس بي، وهاد البلاصه هادي يعني هي الكابلي، هاد الكابلي هذا هاد الشكل ديال الكابلي اللي بزاف ديال الناس كيشوفوه وما كيعرفوش ديالاش. هاد الكابلي هذا ملي كديرو يعني في البلاصه اللي كاينه في ليكرون، كاينين لي زيكرون اللي كيكون فيهم، وكدير هذا في لينيتي يعني اوتوماتيكمون ليكرون كتولي تقرا لك يعني اليو اس بي. يعني الا كانوا بحال هاد ليكرون هادي اللي فيها السورتي ديال اليو اس بي كما كتشوفوا معايا هاد الشكل هذا، ها هما هنا يعني كيبان لكم لي سورتي، يعني الا ما كانش هاد الكابلي راه ما غتقراش لك ما غتقرالكش الليكتور ديال اليو اس بي، والا درتي هاد الكابلي في لينيتي غادي يولي يقرا لك اليو اس بي كما كتشوفوا معايا. ها هي هنا كما كتشوفوا معايا قلنا فيها الليكتور ديال اليو اس بي، فيها الكابلي ديال الاو ديال الصوت تدخل تخرج، وفيها ديسبلاي والاش دي ام اي، وفيها دي بي ار مع ديسبلاي ديال فيها الان والاوت، يعني تقدر يعني من ليكرون تسرو ليها مع لينيتي، وتقدر ليكرون تسرو ليها مع جوج ديال لي زيكرون حدا اخرين ولا ثلاثه بالكابلي ديال الديسبلاي. الميزه الثانيه عند البطونه ديال كتشعل وتطفى نورمال. هذه هي ليكرون اللي جبت لكم اليوم اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليها وكيبغيو بحال هاد ليكرون هذه اللي هي ولات منتشره بشكل كبير في الاسواق.